السؤال الثاني بيقول لي قداستك ليك وجهة نظر في الحب قبل الخطوبة لا تتوافق مع الشباب فلماذا؟ قل لي ايه وجهة نظري ونتفاهم فيها سوا. ألم يحب أبونا يعقوب رحيل قبل زواجه منها؟ فعلا حصل، وأنا بقول لازم اللي يتجوز واحدة يكون بينهم وبين بعض محبة قبل الزواج، ما ضمنعش. لكن إذا كانت كلمة حب تتحول إلى كلمة شهوة فده لا أمنعه. يحب أي واحدة ويتجوزها ده كويس خالص، لكن مش عشان يحبها يخطئ معاها بأي أخطاء ولو ظنها خفيفة، لكن في نظره إنها دليل على الحب. يا ناس عملوا كده وبعدين ما جوزوش. يعني حب الفتاة وإثبات الحب إن كان يقبلها ويحتضنها إلى آخره، وبعدين لما جه يفكر في الزواج النقطة دي وقفت وصادق نقطة رفض إنه يرفضها لأنها قبلت منه هذا. لا، دي مغامرة. هذا الذي يسمونه الحب ليس حبا وإنما مغامرة.